بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول الكويكبات التي بدأت وكالة الفضاء بالحديث عنها، وكنا تناولنا هذا الموضوع بكثرة، وقلنا أنه كلما زاد اقتراب المنبع الطاقي الدخيل إلا وقام بدفع المزيد من الكويكبات وخصوصا من مدار سيرس نحو الأرض. هذه الكويكبات بدأنا نراها تهدد الأرض بشكل متزايد، فلا يزال الحديث يتجدد حول اقتراب هذه الكويكبات من الأرض، حيث حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أن الكويكب الضخم الذي يطلق عليه اسم KJ19-2015، اكتشف سنة 2015، والذي يبلغ حجمه 112 مترا في تقدم نحونا. فما دامت هذه الوكالات الفضائية تخرج عن صمتها وتتحدث حول هذه الأمور، فالأمر أصبح واضحا وبدأ يتكرر بشكل كبير، كما أنه تم تسجيل لقطات لمذنب ضخم مر بسماء البرتغال، وقد شوهد من بعض المناطق من إسبانيا ظهر كأنه كرة نار تدل على ضخامة ليس كالذي دخل إلى الغلاف الجوي للأرض. هذا الأمر كنا تحدثنا عنه سابقا، حيث أننا بدأنا نرى تسجيل أعداد كبيرة من النيازك وكذلك من الكويكبات التي تهدد الأرض، وبعضها يمر محاليا للأرض، علما أن وكالة الفضاء تعتبر أن كل كويكب يقترب من الأرض مسافة 4 مرات مسافة الأرض، ما المسافة الفاصلة ما بين الأرض والقمر، يشكل تهديدا مستقبليا للأرض. أما الآن فبدأنا نسجل كويكبات تمر ما بين الأرض والقمر وليس على مسافة 4 مرات مسافة الأرض والقمر، المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر. من جهة أخرى، الشحن المتطرف والتشوهات الحقلية مستمرة على الحقل المغناطيسي الأرضي، وتعطي تطرفا مناخيا شديدا بدأ يصبح ملاحظا، كما أقول دائما بدأ الكل يلاحظه، حرارة في دول وبرد وأمطار طوفانية وغرق لمناطق أخرى، فمثلا مصر وتلك المنطقة تشهد حرارة قوية، وهم يدخلون الآن مقبلون على الصيف. مناطق أخرى تشهد زخات مطرية، وبعض المناطق ثلوج وبرد. التفريغ وتفريغ هذه الشحنات على أشده، هناك هزات أرضية كثيرة، وهزات أرضية تضرب عند بعض البراكين، مثلا بركان نابولي حيث خرج السكان للشارع بعد هزة بقوة 4.4 تبعتها أسراب من الهزات الضعيفة في محيط ذلك أو فوهة البركان، وكانت بأعداد ضخمة كما هو موضح. وانتشار هذه الهزات الضعيفة والخفيفة منتشرة في إيطاليا بشكل عام، وكذلك حال بركان سانتا باربارا في جزر الأزور بالبرتغال في جزيرة سانتا باربارا، حيث أنه وقع زلزال بالقرب من فوهة ذلك البركان، بينما سجلنا زلزالا بقوة واحد زلزال بقوة 6.0، وسجلنا 4 زلازل بقوة 5 و43 زلزالا بقوة 4 وأعدادا كبيرة بقوة 3 و2 لم نحصيها. ونمر الآن للغلاف المغناطيسي الأرضي،
علما بأننا الآن نقترب، كلما زاد اقترابنا كما أقول دائما الأرض في مدارها باتجاه المنبع الدخيل، إلا وقد تزيد هذه التشوهات التي قد تصل للانتباجات الحقلية وسجيل الانهيارات الحقلية ليس مستبعدا كلما زاد الاقتراب. لنراقب ونرى. هنا عندنا صور الخطوط، خطوط الحقل المغناطيسي، ونبدأ أولا كما تشاهدون عندنا التوقيت منتصف الليل، تشوهات شديدة كما تلاحظون. لنتحرك، نحرك توقيت الثانية صباحا، هناك نبضات قوية، لنقوم نعطي بلاي النبضة كما تلاحظون، وتقطع في خطوط الحقل المغناطيسي. هذا يترك الباب مفتوحا أمام الإشعاعات الكونية لتصل لداخل طبقات الأيونوسفير. هنا النبضة توضح تلك الضربات، كلما كانت الضربة أقوى كلما اتضح ذلك على خطوط الحقل المغناطيسي الأرضي. فنلاحظ معي الخطوط بها تلون أحمر هنا كما تلاحظون، شدود كبير جدا، قوة شادة جدا، قوة كبيرة. لاحظوا معي دوامات الحقلية تتكون في خطوط الحقل المغناطيسي، دليل على انصباب قوي للمنبع الدخيل. عندنا أيضا هنا نصل إلى 12 زوالا، دوام للتشوهات. وحين نمر إلى طبقة أو رسم الحقل الصاد، نلاحظ أن تلك النبضات التي تحدثنا عنها، لاحظوا عن الضربات التي تدفع القوس الصاد للأمام، لكن يبقى صامدا لا يتكسر. لكن هناك طاقة دخيلة محيطة بالأرض وطاقة شديدة، هناك شحن طاقي شديد. التفريخ كما قلنا يتفرغ عبر زلازل وبراكين. الرياح الشمسية في حدود 400 كيلومتر ثانية، ونلاحظ القوس الصاد كيف هو ارتداد للأسهم. حين تكون قوة الرياح الشمسية ضعيفة فإننا نرى هذا الارتداد للأسهم نحو الأرض، لأن هناك طاقة أخرى أو قوة بديلة غير الرياح الشمسية هي التي تفعل هذه الأفاعيل بالحقل المغناطيسي الأرضي. هنا نرى كيف هو الشحن، دوام للشحن عبر ساعات اليوم تقريبا، بالتالي يعطي أثناء التفريغ، لأن هذه الطاقة الدخيلة لا بد لها من أيام أو تصبح طاقة كامنة في الأرض، ثم تتحول مع المدة إلى طاقة حركية تعطي زلازل وبراكين. فغالبية الزلازل تكون قريبة من البركان، بالتالي تحدث انفجارات بركانية. وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.